انا ما بتكلم فنيا، فنيا الاهلي يحتاج تغيير كامل، انا في وجهه نظري. لانه اوكي فريق في درجه اولى يختلف الاستراتيجيات، وانت بتدرب هناك مدربين كبار، لعيبه نجوم، لعيبه تقال، ما حتقدر تقاوم بالستايل اللي انت موجود فيه في الدرجه الاولى، حتى طريقه اللعب تختلف، عمليه المرتدات، عمليه التكفيل، عمليه، لا لازم يكون هناك فريق تقاري. عندك انت فرصه 8 اجانب، تختار اقل شيء، اقل شيء 3 4 اجانب يفرقوا فرق، يعملوا لك فرق فني في ارضيه الملعب، حارس، مدافع، وسط، هجوم، يعملوا لك فرق في يشيلوا فريق. انا ما بجيب اجانب انا اشيلهم، هذا اللي بيصير. يعني ممكن نشوف الجانب الاهلي، يمكن بعض اللعيبه السعوديين افضل منهم، الموجودين كانوا افضل منهم، بعضهم جاء تعالج عندك ومشي ما لعب، بعضهم يجيك بمبلغ اكثر من امكانيات اللاعب، بعضهم مصاب له سنتين وما لعب، يجي تعالج عندي يروح متعاقد معاه في المستشفى. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الاخطاء، اخطاء ما تصير الا في ناس ما مارسوا كره قدم، اللي مارس كرة قدم ما يختلف الأخطاء البدائية اللي موجودة في هذا، ولا اشتغل في أندية تهضر. أنا هذا يحتاج له شغل كثير. طيب.